مرحبا يو جايز. الفيديو اليوم انا كتير محمسة لما بدي احكيكم عن اكتر بارت انا بحبه بالميك اب. سو القديم عندي بيعرف ان الاي شادوز هن اللي بيخلوا قلبي يكون كتير مبسوط انا عم بعمل ميك اب تبعي. واذا انتو جد عم خبركم معلومة عني ما بتعرفوا بعد، انا بحب كل الستبس بالميك اب، بس اللي عن جد بتحمس اكتر شي عليه هن putting اي شادوز on my eyes. في براند دايما بنسأل عنه، بعدها من اكثر البراندز الافوردبل هيرو بي روز، بنسال سبيشلي عن الاشادو باليت تبعهم، اي باليت لازم انا اجيبه، كثير قصص غير. فاليوم رح كون عم جاوبكم عن هيدا الشيء بس بطريقه غير، لانه اليوم رح كمان عم بعطيكم ترتيبه ل عندي تقريبا كل الباليت تبع روبي روز، لكل الباليت عندي اليوم من هيدا البراند. من باليت هن كثير منيح بس ما بتحمسني، وصلنا لاكثر باليت بتحمسني، واليوم كل الباليت بدي احكيكم عنهم هن باليت ريلي جود بالنسبة لي. يمكن شخصيا ما كتير بيحمسوني، بس اذا انتو الشخص المناسب لهيدا الباليت يمكن رح بتحبوه. رح كون عم بعطيكم كل التفاصيل قد ما فيه عن كل باليت رح احكي عنها. بس قبل ما بلش، اذا انتو جديد بدي لكم مرحبا ويا اهلا وسهلا فيكم. انا اسمي ريبيكا، انا حدا كتير بحب الميك اب الملون. اليوم رح نحكي عن باليت ملونين وباليت نيوترال وباليت بيحرزوا كل ليرة حتى لو كانوا نيوترالز. انا بحب اعلمكم تعرفوا تعملوا الميك اب تبعكم اهين اسرع بالبرودكتس اوفر، وبجرب فوتكم شوي الالوان على حياتكم وعلى الميك اب تبعكم. الميك اب اللي شايفينه على وجهي بس ينزل هيدا الفيديو، فيكم تروحوا لعندي على الانستغرام اكونت، رح احط لكم مثل العاده الانستغرام اكونت بخانه المعلومات تحت. اول شيء اعملوا فولو، بعدين احضروا على الستوري ستيب باي ستيب كيف عملت هيدا الميك اب، ورح بتلاقوا بخانه المعلومات تحت كمان كل شيء حطيته على وجهي 99% عملتهم ببرودكت من روبي روز، وين بتلاقون ديسكاونت كودز وكثير تفاصيل غير. قبل ما بلش ما بديكم تستعملوا لايك كومنت اند سبسكرايب، دوروا الجرس هون هتكملوا سبسكرايب تبعت افوق الفيديو. وهلا خلينا بلش خبركم عن اي شادو باليتس بيحرزوا، وعن جد بيحرزوا كل ليره من مصرياتكم. كيب ان مايند انا ما عندي كل الايشادو باليت تبع روبي روز، بس عندي قسم كبير من اكثر ايشادو باليتس هن عندهم جديد، وضميت الجليتر باليت تبع روبي روز بقلب هيدا الرانكينج، لانه ليتس بي ريل هن باليت كل شيء فيه فوق الاربعه ايشادوز انا بالنسبه لي بسميهم باليت. كل باليت بدي احكي عنها هي باليت كثير حلوه تحرز اذا انتو الشخص المناسب لها، بس انا عم بحكيكم رايي الشخصي بالنسبه لريبيكا شو ترتيبه لهول 13 اي شادو باليت. سو اي هاف ذم اول. قبل ما تحضروا الفيديو، اذا انتو بتحضروني مزبوط لازم تعرفوا شو هي النمبر 1. نمبر 2 رح تكون مفاجاه لكثير عالم. بالتوب 5 في عنا 2 اند هاف اي شادو باليت نيوترال. ليش انا هاف؟ لانه في عنا وحده هاف نيوترال هاف لون ثاني. سو انتو جاهزين تنبلش؟ كيب ان مايند هيدا رأيي الشخصي إذا أنتوا بتحبوا هيدا الباليت، وهي بالنسبة لكم الفيفورت. بالنسبة لي هي ماي ليست فيفورت من بين هول 13 ايشادو باليت. اتس توتالي اوكي دنيا أزواج، أنا بحب ميك اب ملون، يمكن أنتوا هيدا الشيء بالنسبة لكم هو أحلى شيء ممكن. سو خلينا نبلش بالباليت رقم 13. باي ذا واي كان رقم 13 و 12 كثير هين نحطهم عندي بالرانكينج، والأول خمسة كان كثير هين نحطهم عندي بالرانكينج، الإن بتوين في ستة أي ثينك، إيه ستة ضليتني هيك غير فيهم حتى وصلت للرانكينج المضبوط بالنسبة لي. سو رح بلش برقم 13. في عنا هيدي الباليت من روبي روز يلي اسمها شاين جلتر باليت. سو هيدي الباليت انا في قسم منهم كثير انا شريتهم، في قسم واصلين لي ان بي ار من البراند. سو انا رح كون كثير صريحة لكم، هيدي وصلت لي، هيدي انا شريتها، اوكي؟ سو هيدي انا وصلت لي، انا ما اشتريتها. هيدي بتجي الجلترز بقلبها. كيب ان مايند انه الجلترز تبع روبي روز بقلب هيدي الباليت they are really nice، بس كالوان I love colors. انا بالنسبه لي السنجل جلترز تبع روبي روز they are more intense عن هيدول، رح فرجيكم اي جلترز اصلا عنهم if I can grab one يلي بيجوا بقلب البوت. بالنسبه لي الكواليتي مور انتنس عن هيدول، بس مش معناته انه هيدي الجلتر باليت مانا منيحه، بالعكس كثير منيحه، اوكي I love it. My favorite one من بيناتهم هن هدول الاثنين. هيدا is a holographic purple. ما بعرف اكيد مش مبين عليكم الholographic بيضوي الشمس ومظبوط تحت يبين. And this one is iridescent في purple كتير حلو. كلهم حلوين، كلهم حبيتهم. I did enjoy using them all. بس إذا أنا شخصيا بدي أعطي هيدي my least favorite بستعملها. I enjoy it every time I use it. بس ما بلحف كتير استعملها. Whenever I need a glitter palette رح تشوفوا بعدين بالرانكينج another palette بحبها أكثر من هيدي. باليت انا اشتريتها لانه I tried the other one يلي بتجي بهيدا السايز وكانت بتعقد، so تحمست وجبت هيدا البينك ليمونيد باليت من روبي روز.
It's a nice palette, بس it's not as good as that one. ليش؟ لأنه وقت شو ما بدي أعمل eyeshadow looks، أنا بالنسبة لي وقت أجيب palette وأحكي عن palette بهمني palette تكون متنوعة، يعني مش كل مرة بدي أعمل different shades يطلع معي almost the same look. بالنسبة لي بحب إنه يكون متنوعة، كل مرة ما حدا يعرف أنا استعملت نفس eyeshadow palette. ما بعرف إذا فهمت علي، بس anyway كتير حلوة، بس الفكرة وما فيها بهيدا palette. الكواليتي منيحة، ال ديب الشيدز فيها هن شيمرز، في عالم ما بحبوا يحطوا شيمرز تحت يغمقوا الاوتر كورنر تبعهم، انا بالنسبه لي اي دونت مايند، بس هيدي كمان داون سايز لهيدي الباليت انه الغمق فيها هن شيمرز. سو كل شيء شو ما استعملت اي اندد اب وذ اولموست ذا سيم لوك، الا اذا بدي استعمل وان عشان لوك وان اوف ذا شيمرز. بس حتى الشيمرز they do look similar، مع انه بالبان ما مبينين كثير قراب من بعضهم. سو ذاتس واي هي رقم 12 مش أعلى. رح بتشوفوا the one that's in the same packaging بس غير شيء way way higher top 5. باليت رقم 11 هي باليت اليوم أنا مستعملتها على عيوني، حبيت أرجع استعملها حتى أرجع أذكر حالي ليش it's not a palette أنا I reach for the most. so أنا وقت بدي شيء purple في عندي couple of looks في أعملهم بهيدا الباليت، وقت بدي شيء that's warm neutrals في هيدا الباليت من روبيروت اللي هي لاتي باليت. سو اي لاف كوفي، هيدا وصلت لي، هيدا انا اشتريته. اوكي سو هيدا وصلت لي منهم، اتس سوبر نايس. الكواليتي تبع الشيمرز بعقده، الكواليتي تبع الماتس بعقده، ذا ديب شيد اجان هو اي شيمر، في عالم ما بحبوا يحطوا شيمرز ان ذير اوتر كورنر وبفهمون لهول العالم. انا بيرسونلي ما عندي مشكل، بس اي لايك وين ذا ديب شيد از مات بيرسونلي. الفكره ما في انه هيدا الباليت شو ما بدي اعمل فيها I end up almost with the same look، وانا personally ما بحب ال warm tone neutrals، بحب ال cool tone اكتر and the neutrals بحب الالوان. بس وقت بدي اعمل neutrals ما كتير بتحمس اعمل warm tone، مع انه كتير منيح. the mattes كتير حلوين، فيهم شوية kickbacks، كل ال eyeshadow palettes تبع روبي روز are most of them اعملوا your eyes before you do your base. انا ما عندي مشكل اذا يكون فيها الايشادو palette fallout، it means انه it's blendable, it's pigmented, it's easier to work with اذا انتو beginners. بس هاي color story انا ما بتحمسني. is it a good palette? it's such a good palette. shimmers فيها بعقده. look at me. يعني كنت ناوي استعمل هيدا palette لحالة، بعدين قررت انه اعمل شيء that was fuchsia، بعدين حطيت blue لانه I want a pop of color. so that's why كتحب أستعمل هذه البالت لحالها. I ended up not using this palette لحالها. so that's why هي رقم 11، مع أنه مانا بالت عاطلة بالمرة. هذا الفيديو لازم يكون فيديو سريع. إذا أنتو جديد I don't have a quick video. كتير. مش متخبر حتى. بالت رقم 10 هي بالت صراحة كنت أنا اشتريتها وكنت كتير محمسة وقتها وصلت على لبنان، يلي اسمها Ready for Palette. so هيدي الباليت is half neutral half blue and purple and teal صراحة. اوكي فيها glitters فيها shimmers فيها matte، وكل line هو color story معينة. is it a bad palette؟ لا، بس الألوان يلي أنا بحمسوني فيها they are not the easiest ones to work with. so إذا بتكون تعملوا building أنا بحب حط كذا matte كذا لون in my outer corner، هيدول الشيدز ما كتير فيكم تستعملون لهذا الشيء. الشيمرز اللي فيها لهيدا الباليت سوبر رائعين. الجلترز نفس الكواليتي تبع الجلترز تبع الباليت نمبر 13، it's not bad. بس إنه أنا وقت جبت هيدا الباليت جبتها كرمال هيدا القصة. فيها هون هيدا is a holographic lilac كتير حلو، بس انه صراحة هيك باليت وقتها جبتها كنت متحمسة عليها كتير اكتر. ما بشوف حالي كتير بستعملها الا اذا بدي one color على عيوني استعمله in different formulas، لانه في بكل لون a matte a shimmer and a glitter. this part كتير عملي لكل شيء، so فيكن to blend the edges and to darken your outer corner كمان بهيدا، بس ما بتحمسني. so that's why هي this ranking. so أنا 13 12 11 10. it's not a bad palette بس it's not my favorite. palette number 9 وبلشنا بالpalette اللي I love reaching for بس ما بيحمسوني at the top 5. في عنا هيدا الجلتر palette it's so fun. هيدا أنا اشتريتها يلي اسمها ال Color Fast Glitter Palette. so الجلترز اللي فيها fun colorful، حتى most of them are see through. so إذا أنتوا بدكم تحطوا لون
وتغيروا بالجلتر فيكم تحطوا البيس بيأثر على الريفلكس اللي بيعطيكم اياها. سوبر نايس هيدا باكت هيدا باكت and this one as well okay and the brown بس كل الباقي هن كثير ثرو سو فيكم تلعبوا كثير بالالوان. هيدا بالنسبه لي عن جد بتحرز. اذا بدي احكي عن جلتر باليت انا شخصيا بحبها, واذا حدا they wanna have fun with glitters مش بس يحطوا جلتر that's neutral definitely بنصحهم بهيدا الباليت and that's why it's number 9. Number 8 colorful eyeshadow palette. اذا انتم beginner بتكون هيك دسوا شوي النبض اذا هالcolors لألكون او مش لألكون. باليت كتير حلوة كتير بنصحكم فيها. In the top 5 رح يكون في عنا a rainbow palette بحبها اكتر من هيدا اوكي, بس هيدا مش معناتها عاطلة ابدا, بس هيدا اكتر beginner friendly لانه الالوان منن as pigmented as the other one بدي احكي عنها يلي هي هيدي الباليت من روبي روز يلي هي توتي فروتي باليت. My favorite shade هو هيدا الشيد يلي مبين a white and boring shade. هلا اذا عملت له swatch ما رح يبين, بس هيدا is a multi chrome. فيكم تحطوا on top of a black on top of a blue on top of a brown and all the times رح بتلاقوا ريفلكس غير لانه هو white base الريفلكس تبعه تين and green and such beautiful shade. كثير بحبه لانه الكورنر هايلايتر I did hit the pan on it. ما بعرف اذا مبينة عليكم, hopefully تكون مبينة. باليت بتعقد بس هيدي مور بيجنر فريندلي. ذا جرينز اللي فيها الشيمرز اللي فيها هن كثير حلوين اوكي, ذا بلو اند ذا جرين كثير حلوين. ذا اذا بدكم شيمري مات شيمري بلاك شيمري مات شيمري بلاك كمان كتير حلو. And مات they are buildable again هيدي beginner friendly. اذا انتم بدكم تجربوا الالوان حتى تشوفوا اذا الالوان لكم او لا definitely مسحكم بهيدي الباليت. And I did a look رح جرب اتذكر رح لكم اياهم بزاويه السكرين بخانه المعلومات تحت. بيزيكلي عامله لوكس بكل هيدول عندي على اليوتيوب شانل. I have a full face كمان مور بيروز رح لكم اياهم هون بخانه المعلومات تحت. I have several ones يمكن عاملة كنت بلاك عملت له blending in my outer corner حطيت this one I think كان new year's look it was a bomb look. رح تكون حطيت لكم اياه بزاوية السكرين اذا فقت عليه. هلا وقعت one palette I absolutely love كان يجي but I always drop everything. وقعتهم كلهم هول على فكرة قبل ما بلش تصوير. Palette number 7 هي palette كمان وصلت لي for free the Tutti Frutti palette I did buy it a while back. هيدا الباليت نمبر 7 كنت كتير محمسة أنا كنت حابة اشتريها with my own money بس عرفت إنه روبي روز بدهم يبعتوا لي باكج سو قلت لحالي I'll wait إذا بعتين لي إياها it will be great إذا لا I will buy it with my own money. سو هيدا الباليت I will definitely buy with my own money كنت كتير محمسة عليها. When I did get it مش معناتها باليت مانا حلوة ما قلت لكم شي الباليت by the way اسمها كوزمو ساوند باليت. سو هيدا الباليت is a dupe for a Huda Beauty باليت. فيها ألوان the shimmers they are not the best. الالوان الغامقين you can always go على pinkish brown so I like to عن جد انا بالنسبه لي شخصيا وقت بدي احكي عن باليت انه بالنسبه لي بتحرص بحب انه باليت تكون فيكم تعملوا فيها multiple of looks بلا ما حدا يعرف انكم مستعملين من عشان الباليت. اذا بدي اغمق these shades بدي اغمقهم with this one so I end up almost every time with similar looks so هيدا الشيء ما بحبه او I can go for green or a little bit of purple. الشيمرز اللي فيها you have to use a sticky base underneath حتى يبينوا لأنه لحالهم منهم the best. فيكم تعملوا فيها neutral colors neutral looks فيكم تعملوا فيها something that's a little bit colorful. صراحة قديش أنا كنت محمس على هاي الباليت وكنت أنا بدي أشتريها بمصرياتي and when I did receive it واستعملتها it's not bad it's not bad كتير حلوة الكواليتي كتير بحبها. Easy to blend as a beginners buildable وكل شي بدكم إياه بس not my favorite as color story مش معناتها منها حلوة كتير حلوة. الشيمرز اللي فيها when you use them wet أو sticky base تحتهم سبيشال تستعملوا إذا عندكم NYX glitter primer تحتهم رح يكون كتير حلوين. بس you don't need to use a sticky base كتير قوي حتى يبينوا الشيمرز so that's why هي number 7. Palette number 6 هي palette it's a neutral palette it's a soft and nude palette من روبي روز. Again it's a dupe لهذا beauty palette. في عنا a primer في كتير palettes فيهم primers actually I don't like them the primers بس primer بقلب هيدا الباليت is different أحسن بكتير من بقوي. So هيدا الباليت فيها shimmers that do give a wet look على العيون فيها glitters كتير حلوين وفيها الماتس يلي هن leaning more on the pinkish side لأنه it's soft nude. I love بالنسبة لي pinkish nudes are my kind of nudes إذا بتحكي مزبوط بيجي بعدهم the nude nudes and بيجي بعدهم the cool toned بعدين إيش بيجي the warm nudes
So this is my kind of shades. تعطيكم like the soft mauvey pinkish look كتير حلوة. عن جد الشيمرز اللي فيها I did 600,000 مرة one eyeshadow look using هدول الشيمرز اللي بيعطوا the wet effect. So هدول الماربل شيد كتير حلوين. أكيد إذا بتستعملوا glitter primer تبع NYX تحتهم رح يكونوا like 100 مرة أحلى مع إنه لحالهم كتير حلوين. You need a sticky base أو your primer with them أو استعملوا a wet brush بس منهم as hard as to work with مثل تبع هدول. So that's why هدول number 7. This is number 6. كتير حلوة الجليترز اللي فيها كتير حلوين، الماتس اللي فيها كتير حلوين. سو إذا أنتم بتحبوا هيك ألوان عن جد هيدي الباليت it's hyped for a reason. هيدي أول مش أول من أول باليت اللي وصلوا من روبي روز إن بي آر. سو I didn't buy that, it was sent for me for free. نوصل للتوب 5 بالنسبة لي. Are you excited؟ لأنه أنا I'm very excited. 2.5 هني نشر مثل ما قلت لكم، وثلاثة من أصل الخمسة أنا شريتهم with my own money. And بالنسبة لي بيحرزوا كل ليرة، أنا will buy them إذا ضاعوا من عندي please my dear. مش وقتها. 2.5 neutrals بالنسبة لشخص كتير بحب الألوان، بس بتحكي لكم عن أي شادو باليت that are neutrals وبيحرزوا كل ليرة عن جد. إذا حدا بده يسألني عن شيء affordable، the most affordable neutral eyeshadow palette أنا عندي إياها. ككولر ستور فيكم تعملوا فيها كتير قصص، الكواليتي تبعها بتعقد، كل شيء فيها بيعقد. ما في إذا حدا on very tight budget ما قال له إنه يجيب هيدا الباليت من روبي روز اللي هي شارم باليت. سو هيدي بوكيت سايز، إذا رجعت الدنيا بألف خير وسلامة وقدرنا نسافر، أو إذا رحت for a weekend staycation باخذ معي هيدا الباليت as neutral palette لأنه بتعقد. سو فيها البرايمر، البرايمر بالنص again it's not my favorite. I have oily lids وأنا هيدول نوع البرايمر بيخلي شوي يكون عندي كريسينج اسرع. انا بدي شيء حتى يساعدني بالاول كنترول اللي عندي على الليدز تبعي. I have very oily lids and very dry under eyes. يا ريت العكس. So this is not my kind of primer يلي بالنص، بس الكولر ستوري اذا بدكم شيء خارج كل يوم. If you wanna have fun انكم تغمقوا شوي اللوك تبعكم ومانكم معودين على شيء انتنس، هيدي الباليت عن جد بالنسبه لي بتحرز. اوكي. My cam is not picking me up. ما بعرف ليه. Shimmers اللي فيها كتير حلوين. Neutrals اللي فيها كتير حلوين. They are easy to blend. Shimmers الكواليتي تبعهم بتعقد حتى لو ما استعملتوا sticky base تبعهم أو لو حتى ما استعملتوا a wet brush. Just take it on your finger. حطوا على عيونكم. Super nice. فيكم تعملوا a lot of looks with this one. هيدا أنا شريتها. هيدا هني بعتيني إياها. It's so worth it. It's an eyeshadow palette that's neutral. وعم بحكي عنها non-stop. هلا اذا بتتذكروا الرانكينج الباليت نمبر 12 اللي قلت لكم جبتها لانه في باليت قبل انا كنت جايبتها نفس الشكل and it's amazing. في عنا هيدي الباليت اللي هي البينا كولادا من روبي روز. سو هيدي اي ثينك انا شريتها، بس يمكن يكون غلطه وهني بعتين لي اياها. اي ثينك انا شريتها. اوكي شريتها حتى اجرب لانه we have here a duochrome. انا بالنسبه لي كثير بحب الديوكرومز. Duochromes are my favorite. سو هيدي ما طلع فيها انه هي neutral and boring. This is far from boring. My favorite shade من هيدي الباليت هو ما تنصدموا a mid tone brown اللي هو هيدا البراون. I love it. الشمر اللي فيه كتير حلوين. الماتس فيهم كيك باك بس بيبينوا رائعين على العيون. I love this palette. إذا أنا بدي أقول لحدا بيحب النوترلز بيحب شوي أو اللوكس تبعه، سو في عنا a dark matte brown. شو ما عملتوا بهيدي الباليت ولا مره رح يطلع اللوك وزيته. كرمال هيك هيدي الباليت هي نمبر 4. كرمال هيك وقت احكي لكم عن باليت نمبر 12 يلي هي ذا سيم كايند اوف لوك يلي اسمها بينك ليمونيد. قلت لكم اتس نمبر 12 انا ما في اعمل فيها لوك غير ما يبين انه عامله اولموست ذا سيم لوك. هيدي في اعمل فيها تنز اوف لوك بلا ما يبين ولا مره انا عامله نفس اللوك. رح يكونوا نوترال ليننج شوي على جولد او شوي على ديوكروم في جرين، بس رح يكونوا كل مره كثير حلوين. انا ابسولتلي لاف ات. ذس ون حتى الشمر فيها كثير حلو. And I highly, highly, highly recommend this one. بتتذكر وقت قلت لكم عن Tutti Frutti Palette انه هي palette that's a rainbow palette بس اكثر للبيجنر؟ هلا اذا انتم بتعرفوا تعملوا blending الباليت اللي وقعتها من شوي هي this one يلي هي الرينبو باليت من Juicy Beauty. Again فيها البرايمر بالنص not my favorite. I'm a broken record قد ما عم بحكي. بس فيها كل الالوان تقريبا يعني موجودين بقلب ال Tutti Frutti Palette بس with a punch. So أحلى. I'm using this blue على عيوني and I did use it اليوم مع brush not even wet not even على sticky base. بعقد هيدي الباليت عن جد عن جد عن جد بالنسبة لي كتير بتحرز. إذا بتحبوا الألوان
الاصفر ما له كثير قوي. You have to put a white base تحته. بس I love this palette. كرمال هيك نمبر 3. انا شريطة. اوكي. باليت نمبر 2 وهيدي رح تصدم كثير عالم. باليت نمبر 1 لازم كثير عالم يكون حزره لانه بعد ما ذكرته بحكي عنها نون ستوب. باليت نمبر 2 هي هيدي الباليت من روبي روز اللي هي التشيري. سو لاتي كانت نمبر 13 12 11. The cherry palette اللي هي نفس اللوك هي نمبر 2. هيدي الباليت انا بيرسونلي هدول الالوان. This one is really nice. This matte بيعقد. الدافي تنسي قديش فيكم تغمقوا اللوك كل مره يطلع كانكم عاملين لوك تاني. Like no other. كرمال هيك قلت لكم 2.5 عشان الباليت ار نوترال لانه نصها نوترال نصها colorful. I love this. اكيد رح يبين باري اللوك بس you can go with berry على different levels when you use this one. الشيمرز اللي فيها these two especially this one wow dry wow wet another level على NYX glitter primer رح شوفوكم من الفضاء اذا حطيتو. I love this palette كتير بحبها كتير بحكي عنها بالمنيح. اذا حدا بيقول لي بدي شيء neutral بس انا بحب شوي البينكس بحب انه شوي هيك to be adventurous بالcolors بقول له شوف هيدي الباليت اذا حبيتها جيبون لانه عن جد I love it. It's number 2 ونص نوترال. مين كان بيقول هلا قولي اذا حزرته صح انه نمبر 1 هي the one and only يعني مودي تايب. مودي تايب هي مانا باليت لكل العالم. I know بس بالنسبه لي اكثر باليت عندي من روبي روز بتحمسني هي the مودي تايب. هيدي ديفنتلي اعملوا البيس تبعكم من بعد ما تعملوا العيس 100% لانه they are pressed pigments so فيها كتير كيك باك. يعني هلا اذا بحط برش فيها رح بتشوفوا تهرهور. so let me use shade ما كتير بحبه يعني هيدا براون. اوكي رح بتشوفوا انه في كتير تهرهور هيدا لانه they are pressed pigment. البيجمنتيشن تبعهم هيدا مش للعالم beginners بالميك اب. هيدا شوي بس بلندنج got this palette. no way اعمل لوك يطلع مثل التاني بهيدي البالت. يعني حتى هدول التو يلي باينين كتير قرب من بعضهم. This one and this one بينين قرب من بعض حطوا على عيون بعضهم خبروني. I love this. I love this. Again, grungy, fall. هيدي من البالتس اللي بنصحكم كثير فيها اذا بتحبوا انتم يكون عندكم بالت خصوصي للخريف، بالت خصوصي للصيف وهيك. هيدي للخريف. I love the quality. ما تنغشوا انه مبينين الشيمرز كثير boring. They are not boring, especially this one. بعقد. I love this palette. ما عندي مثل هولي جرينز ابدا. الكواليتي تبع هيدول الشيدز the reds the maroon brown ما رح احكي عنها كثير ما حكيت عنها كثير بس I just love it. هيدا عن جد whenever I wanna do something that's crunchy دغري بالقطب بشيلها من الكولكشن تبعي انا use it بلا ما افكر وكل مره I end up loving the look that I've done. 13 ايشاد باليت this is my number 1 and I absolutely love it. وبتمنى تكونوا استفدتوا of me ranking all of my ايشاد باليتس. بتمنى تكونوا بتعرفوني مزبوط وقررت وعرفتوا already انه this is gonna be my number 1. again ما عنديهم كلهم again ولا وحده منهم ما بتحرص كلهم كثير حلوين بس برايي الشخصي انا this is وعها اوكي راح انسال من number 13 لنمبر 1 برايي الشخصي مع انه keep in mind كلهم بيحرزوا وبيحرز كتير. Anyway hopefully يكون فيديو سريع مع انه بشكل انه انا عندي فيديو سريع بس I hope that you did enjoy هذا الفيديو. اذا حبيتوه ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو. Your likes your comments كتير بيساعدوا my videos and my channel. Thank you من كل قلبي لكل شخص بياخد من وقته سوينا حتى يعمل لايكس للفيديو تبعي او comments. انتو كتير عم تساعدوني اكتر ما بتعرفوا قدي. كمان اذا حبيتوا هذا الفيديو عندكم باليت مفضلة من روبي روز from the recent one انا ماني مجربتها please اكتبوا لي اياها بخانة التعليقات تحت بركي انا بجيبها وبجربها. رح بتلاقوا كل شيء حطته على وجهي ديسكاونت كوز رح تلاقون كثير تفاصيل غير بخانه المعلومات تحت. رح بتلاقوا كثير فيديوز انا عملتهم بعلمكم تصيروا احسن بالميك اب تبعكم او ريجاردينج يور ميك اب كولكشن. رح بتلاقوا all of my social media platforms اللي بتكون كله part of my daily life part of my family. سو ما تنسوا تروحوا تعملوا فولو عليهم كلهم رح تلاقيهم بخانه المعلومات تحت مع كثير تفاصيل شيكوها. ما تنسوا على طول خانه المعلومات عندي مفولي على الاخر بالمعلومات. بدي اشكركم على وقتكم الثمين اللي قضيتوه تحضروا الفيديو تبعي بهذا الوقت. اكيد كان فيكم تعملوا كثير قصص غير بس انتم قررتوا تقضوا هذا الوقت معي لانكم بتعقدوا. ما تنسوا ما تفلوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي عشان تخبركم هذا الشيء. دوروا جرس هون حتى كم سبسكرايب تنتقفوا للفيديو ونلرات. انا بشوفكم بالفيديو الجاي.